احلى حاجه لما تبدا يومك وتبدا صباحك انك تشوف قامه شعريه واعلاميه كبيره الاستاذ خميس المقيم. حياك الله يا ابو حمد. كيف صحتك ابو حمد؟ اولا سابقا دائما يقولوا ان خميس وايد يتكلم. صح. الحين انت ما شاء الله ما خلتنا بجانب. ان شاء الله كانت امسيه شعريه جميله امس. الله يعطيك الصحه والعافيه. ودائما مبدع يا استاذي. شكرا على محبتك ولان شكرا الله على دعمك المستمر للشباب وللشعراء وللمبدعين في عمان. تستاهلوا. اتمنى لك الخير دائما. شاهدنا فيك مجروح يا ابو. يا رب يا رب يعطيك الصحه والعافيه حبيبي حبيبي. هذه رسالة للتجار وللمؤثرين وللناس اللي عندهم حسابات في السناب بيقوونها. هذا مثل المتابعين، المتابعين انتظروا وبعدين بكلمكم. أنا عندي مسابقة سيارة، سيارة فخمة، سيارة هونشي، بالإضافة عندي مجموعة من الجوائز ما زالت متبقية عندي ما قدمتها من الشيخ أحمد البرواني اللي أخذهم من الأخ خليفة البلوشي، لسه بعدي ما وزعتهم. فبنعمل مسابقة على السيارة وعلى مجموعة من الجوائز القيمة بقيمة 500 ريال. فاللي بيدخل رعاية في هذه المسابقة يتواصل على هذا الرقم. مسابقة ترى قوية قوية جدا. الإخوان المشاهير في عمان، التجار اللي عندهم تجارة بيقووا حساباتهم، إخوانا من الإمارات أيضا يبوا متابعين من عمان، من قطر، من السعودية، من كل مكان، تواصلوا على هذا الرقم وبيخبركم الموظف بتفاصيل الرعاية والمشاركة في هذه المسابقة، سواء كنت شركة أو كنت فرد. أنا وخليفة بنشارك في طواف عمان بهالسيكل. جاهز؟ كفيد يا جماعة الخير. طواف عمان انطلق اليوم، والطواف بيمر بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة. التعاون، تعاونوا يا جماعة مع المنظمين لهذا الطواف. هذا الطواف فيه ترويج كبير لقريتكم، فيه ترويج كبير للولايات والمحافظات والسياحة في عمان. تخيلوا اللي بث هذا الطواف أكثر من 190 قناة حول العالم. تبغى تستبصروا عن الطواف والأماكن اللي بيغلقوا فيها الشوارع، مباشرة تتابعوا حسابات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأيضا تتابعوا حساب شرطة عمان السلطانية. وما ننسى أن أيضا منتخبنا الوطني يشارك، الشباب العمانيين يشاركوا في هذا الطواف. خلوكم جاهزين، اليوم بدأوا من متحف الوطني، بكرة بيكونوا في السيفة الأحد، ويوم الأثنين في بدبد، ويوم الثلاثة في الرستاق، وهكذا. اطلعوا شاركوا حيوهم وتفاعلوا معاهم مع هذه الفعالية الكبيرة طواف عمان. جاهز؟ جاهزين. مقفول السيكل، مقفول مقفول.